ولمناقشة آخر المستجدات في جلسة محكمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والتي من المتوقع أن تصدر حكمها اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا بكم. بعد أن تأجلت بسبب تفجير مرفأ بيروت، انعقدت اليوم جلسة المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. بداية، إلى أي مدى يمكن الربط بين تفجير مرفأ بيروت والجلسة السابقة للمحاكمة التي تأجلت؟ يعني على الرغم من التزامن مع الجلسة السابقة وتفجير بيروت، يعني كان هناك فرق يومين، لكن لا ضرورة أن يكون فعلا هناك ربط بين الحدثين، لأن بطبيعة الحال اليوم يصدر الحكم، وبالتالي التأجيل لعشرة أيام أو 15 يوم ليس مسألة ذات أهمية بالنسبة لهذا الموضوع الذي استغرق حتى الآن أكثر من 15 سنة ونصف سنة، وبالتالي 15 يوم ليست أزمة أمام 15 سنة إن صح التعبير. فأنا أرى أن وإن كان السياق واحد، هو سياق التفجيرات والفوضى والاغتيالات في لبنان، لكن ليس بالضرورة أن يكون الحدثان مرتبطان بشكل كلي أو أن هذا التفجير الذي حصل في بيروت كان يستهدف قرار المحكمة أو غيرها. أربعة من المتهمين في القضية باغتيال حريري مع عناصر حزب الله، ما توقعاتكم لرد الفعل أو لرد فعل الحزب في حال تمت إدانتهم؟ حزب الله من الأساس أعلن أنه غير معني بهذه المحكمة، وأنه سيتصرف كأنها حكما لم يصدر، وأن يتهم هذه المحكمة بالتسييس وأنها غير عادلة وأنه تم تلفيق التهمات، وبالتالي حزب الله يغطي المتهمين الأربعة، والذي يبدو أن على الأقل اثنين منهم ستطلق أحكام ضدهم بالإدانة الكاملة في عملية الاغتيال. حزب الله هو يعتبر نفسه غير معني بهذا الموضوع ويضعه في إطار المؤامرة، وهو أصلا قام يعني بتهيئة جمهوره لهذه الأحكام المرتقبة وبث الدعاية السياسية على أمرين، الأولى هي مهاجمة المحكمة واتهامها بالتسييس، والأخرى القول بأن حزب الله لا يقتل إلا من يستحق، وهو نوع من التخوين غير المباشر للرئيس الراحل رفيق الحريري. طيب، المتهمون يحاكمون غيابيا لهروبهم، هل تتوقع تنفيذ الحكم والقبض عليهم في حال تمت إدانتهم؟ وفي يعني قضية أخرى، ما هي ردة فعل الشارع اللبناني إذا ما أدينوا في هذه الجريمة؟ طالما أن حزب الله يرفض تسليمهم ويرفض الاعتراف بالمحكمة، فهذا يعني أنهم لن يسلموا، وأن الأمور أن هذا القرار لن يتم تطبيقه طوعا. السؤال هنا، هل سيكون هناك تدخل أممي لتطبيقه قصرا؟ لا نعرف ما هو القرار في الدوائر العالمية، لأن هذه المحكمة شكلت بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي هل سيكون هناك قرار مجلس أمن لإجبار المتهمين أو من يحميهم على تسليمهم؟ صراحة لا نستطيع أن نعرف، علينا أن نرتقب ردود الفعل الدولية بهذا الموضوع. بالنسبة لرد فعل الشارع اللبناني، أعتقد أنه الموضوع سيمر بطبيعة الحال، هناك إدانة سياسية سيصدقها من يصدقها ويكذبها من يكذبها، لكن على مستوى الشارع لم يكن هناك ردة فعل لعدة اعتبارات، أن أولياء الدم أنفسهم هم يدعون الشارع إلى عدم التصعيد، هذا أولا، والثاني أن المتهمين بمعنى حزب الله متهم سياسي في هذا الموضوع، هو أيضا غير معني ربما بالتصعيد في الشارع هذه الأيام، لأنه هو يعني يريد التهدئة، وهو يميل إلى عدم الدخول في أي مشاكل إضافية نتيجة الضغط السياسي والعسكري الذي يمارس عليه. نعم، كنت معنا الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.